مساء الخير. يا هلا. اهلا. الفنانه ريما زادت بتشتري شريطك؟ ايوه تشتري شريط غريب. صحيح. انا عندك شرايط في البيت؟ بلا، بس كنت على عجله جاي، انا اول مره بجي على دبي فالعجله وما لحقت ضد كل غراضي، فلقيت هون بالصدفه كمان كستاتي وقلت انا بشتري. اهلا بيكي في دبي واهلا بيكي برنامج احلى نغم، ويمكن ده اللقاء الاول لنا بيكي، فحابين نتعرف عليكي والساده المشاهدين يعرفوا مين هي المطربه اللي بدات تظهر بوضوح على الشاشه، الفنانه ريما الزايد. بالحقيقه انا خريجه استوديو الفن 93، حازه على الميداليه الذهبيه على فئه الطرب العربي، تحديدا أغنية أوعدك، يا بخت المرتاحين، مظلومة يا ناس، يا نازلين البحر، وشعوري ناحيتك. فبقدر أقول إنه برنامج استوديو الفن قربني تقريبا 30% للجمهور. ما تبقى كان في أنا كتير عندي مجهود خاص، أنزلت أغنية حبك حاجة تانية عرفت الجمهور علي، رجعت بعدين ألحقتها بأغنية راجع حبيبي لبناني، وحبيبي كل ثانية يلي مؤخرا أخذت علي وسام أجمل أغنية لسنة 95 بلبنان، وضميته لكاسات يلي هو هلا سي دي وكاسات بعنوان لون هواك، وكمان تعريفا أكثر تلميذة المعهد الموسيقي بلبنان سيد السنة، وسنة الجاي دبلوم إن الله راضي، أنا بحضر من السنة دبلوم لسنة الجاي، وعازفة عود. عازفة عود كمان. الله أكبر، ده مواهب هاي. وشو كمان بدي أقول لك، وأكثر أوقاتي يعني بين المعهد الموسيقي وتحضير أغنيات، يعني هلا أنزلت مؤخرا الكاسات والسي دي توزيع ميوزيك بوكس بدبي انترناشونال، وهلا عم حضر كمان عمل ثاني، وان شاء الله يعني حابه بهالعمل يكون عندي اغنيه خليجيه، لان صراحه حبيت كثير الخليج، وخاصه هون انا هلا موجوده بدبي تفاجات، يعني ما هالقد كنت مستنظره، كثير حبيت الخليج. الحمد لله. الفنانه ريما، انت قلت لي دلوقتي بتحبي الاغنيه الخليجيه. أيوة. قبل ما انتقل لنقطه اخرى، سمعيني اللون الخليجي. أيوة. من صوت ريما الزايد. يعني انا بس جيت لهون حفظت، انا ما قلت زي ما قلت 3 ايام بدبي، تعلمت يا سعد رهيب. سمعكم يا سعد. يا ريت. يا سعد لو
وتشوفه شيب ماني بشايب يا سعيد لو تشوفه شيب ماني بشايب لابسة البراقع يا سعيد شايبني يا سعيد لو تشوفه شيب ماني بشايب لابسة البراقع يا سعيد شايبني. اللهم صل على النبي. لا الحقيقه الخامه الصوتيه رائعه، يمكن الانسان بيحسها بدون الات موسيقيه وبدون مؤثرات صوتيه، فقد كده فعلا الصوت ما شاء الله ربنا يحميك. يعني قلتي لي انك انت كانت اول جائزه لكي من برنامج استوديو الفن سنة 93 عن فئة الطرب العربي. يا ريت أسمع منك. صحيح المكان مش المفروض أن يكون يعني نغني فيه، لكن يا ريت فرصة أسمع منك جزء من أغنية تتسم بالطرب. سمعك أوعدك. أوعدك أوعدك وانت بعيد تفضل حبيبي تفضل حبيبي. أوعدك أوعدك وانت بعيد تفضل حبيبي تفضل حبيبي. أوعدك دايما فاكراك أوعدك ولا يوم أنساك. أوعدك دايما فاكراك أوعدك ولا يوم أنساك. أوعدك يا حبيبي ولا يوم أنساك ولا يوم أنساك يا حبيبي. الله تمام. الفنانة ريما الزايد شريتك الوحيد الصدر تم تصويره فيديو كليب. نعم أغنية لون هواك اللي هي عنوان الشريط تصور وهلأ لأول مرة حينعرض بدول الخليج وخاصة بتلفزيون دبي. فتحية لتلفزيون دبي لأنه أول مرة حينزل بهالتلفزيون خاصة، وإن شاء الله بينال إعجاب الجمهور. بتمنى كل خير لأنه حقيقة كتير تعبنا عليه الفيديو كليب حيث التقنية وكل شيء، يعني خاصة كمان المونتاج جربت أنه قدر الإمكان يكون ناجح. نعم. الشريط بيحتوي على كم أغنية وهل فيها أغاني طرب؟ الشريط بيحتوي على 6 أغنيات. نعم. 4 مصري. نعم. الشعبي المصري الشعبي وأغنيتين لبناني، وحدي بلدي اللي كبرى لله اسمها، وراجع حبيبي اللبناني الشعبي، يعني بتحكي أنه راجع حبيبي كأنه راجع من السفر. خلي الكبرى لله وما تحاكيني حي الله. خلي الكبرى لا الله وما تحاكيني حي الله. يا ظلمني طاف الكيل من ظلمك يا ويلك ويل. يا ظلمني طاف الكيل من ظلمك يا ويلك ويل. من حبك ما بنام الليل وانت بحبي بتتسلى. خلي الكبرى خلي الكبرى خلي الكبرى لا الله. خلي الكبرى لا الله وما تحاكيني حي الله. خلي الكبرى لا الله وما تحاكيني حي الله. يا ظلمني طاف الكيل من ظلمك يا ويلك ويل. يا ظلمني طاف الكيل من ظلمك يا ويلك ويل. من حبك ما بنام الليل وانت بحبي بتتسلى. خلي الكبرى خلي الكبرى خلي الكبرى لا الله. ريما زايد بتتميز بإيه كمطربة؟ بتميز بثقة بنفسي، بتميز ببحة بصوتي. هيدي شهادة من كبار الملحنين والفنانين.
وعندي إداء يعني بخلي اللي عم بيسمعني يحس بالغنية، يعني مش عم سمعها تسميع. خاصة لما تسمع أغنية من أغنيات الموجودين بالكاسات، أنا بسجل بالاستوديو بتخيل حالي بموقع معين تقدر أعيش الأغنية، مثلا براجع حبيبي. أنا عم غني حسيت أنه أنا بالمطار ونازل حبيبي كيف أنا بدي استقبله، يعني قلبي عم بغني، عيوني عم بتغني، كلي عم بفرح وعم بعيش بالأغنية. حتى بحفلاتي خلي كل شخص يحس بالأغنية اللي أنا عم غنيها، وخاصة أغاني الطرب، لأنه أغاني الطرب بحاجة أنك توصليها سليمة، تحافظي على مضمونة كمان. ريما، قلتي لي دلوقتي ضمن ما تتصفين به الثقة بالنفس، كويس؟ يجب أن يكون الفنان واثق من نفسه؟ تحديد ما بعرف، هلا لازم يكون واثق من نفسه، بس امتين بصير الثقة كبيرة؟ أيوة. لما بيكون عم بيتعلم الموسيقى. لأ أنا شو شغلتي؟ أنا فنانة، والفن لازم يكون له دراسة. فشو ما كان بدي يكون أنا عندي ثقة بنفسي لما أكون عم بتعلمها. أي مجال، حضرتك مذيعة، لو ما عندك ثقة بنفسك ما وصلتي لهون. فأنا كذلك الأمر، عندي ثقة بنفسي عم بتعلم، وإن شاء الله أقدر أوصل لأبعد مكان. الفرق بين الثقة بنفس والغرور، هنطلع شوي عن الغناء. بعيد كتير، الغرور مقبرة للفنان. الغرور إذا عم تفكري بالغرور ما بتوصلي أبدا. ما أنا مين حيعملني غير الناس؟ ليش بدي أتكبر عليهم؟ هني عم يعملوني، هني عم يرفعوني، فأنا كتير ممنونتهم وكتير بحبون، إن شاء الله هني بحبوني كمان. يعني لما بتلتقي بالناس في الشارع تشعري بود تجاههم وتظهري هذا الود، ولا شعورك بأنك أنت فنانة فبيديكي نوع من أنواع نقول الغرور؟ يعني يعني في كتير من الفنانين أو في كتير من المشاهير تشعري في حديثهم مثلا التلفزيوني أنهم كتير بسطاء وبيكلموا عن الغرور أنه بعيد عنهم، لكن لما بتلتقي بهم خارج الشاشة في الشارع في الطريق بتختلف تماما، وتلاقي الغرور يعني متملكهم وبشكل كبير. فهل أنت بتتعاملي مع الناس بصدق شديد بحب وود وبعيدا عن الغرور؟ أنا بطبيعتي بدي أحكي عن نفسي، أنا بطبيعتي بحب العالم كتير، بحب الكيف، بحب العشرة، بحب الحياة. فعطول بحب أن يكون عندي هيك أصدقاء حبايب معي، عطول أشكيلهم همي، أشكولي همهم. مثلا لما بكون تنقول ماشي بي على الطريق مثلا الشارع، هلا لما بدي يشوفني يفكرني ريما زايد حتبسم له، بس انا كمان ما حاجي له انا ريما زايد. عرفتي كيف؟ لما حيعرفوني حاتبسم لهم، بدهم يحكوا معي بيحكوا معي، ما عندي اي اشكال، بالعكس كثير على الرحبه والسعه مثل ما بقولوا. اكيد يا ريما، اكيد يعني ان شاء الله. لا هو إن شاء الله بعد ما بيتعرف عليك السادة المشاهدين في أنحاء العالم العربي هنلتقي ونشوف إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى. الفنانة ريما الزايد، إحنا بنتمنى لك إن شاء الله التوفيق والنجاح، ونشوف كل أعمالك القادمة رائعة بمشيئة الله، وتقولنا إن شاء الله العمل اللي بعد الشريط ده هيكون إيه. نعم، أول شيء بقولك مرسي كتير على اللقاء الحلو. العمل الجديد هلأ أول ما أوصل على لبنان حينزل لي فيديو كليب تاني لكمان لأغنية من نفس الكاسات للكبرى لله تحديدا، وفي كمان أغنية حنزل على الأسواق كمان لبناني بلدي، بس ما حقول شو اسمها هلأ لأنه كتير حلوة فبخاف بصراحة. بتخافي من الحسد يا ريما؟ لا، بس لأنه كلمتها كتير جديدة. أول شيء على كل حال رح أقولها، رح أعطيكم خبر شو اسمها. وكمان في أغنية كمان تاني، يعني عندي أغنيتين لبناني بلدي وأغنية مصرية، ومثل ما قلت لك عم حضر كمان خليج، هلا عم جرب أتعامل مع ملحنين هون إن شاء الله أتوفق. وكمان بيضم بين 6 أغنيات و7 أغنيات، وكمان التوزيع كمان لشركة الميوزيك بوكس انترناشونال إن شاء الله. قبل ما أتركك تعرفيني عن اللي بتتعاملي معهم كملحنين وكتاب الكلمة. الملحنين اجمل معظم الملحنين بلبنان، أنطوان الشاك أكيد، محفظ الأب، أنطوان الشاك، سهيل فارس، جورج عطية،
جورج مردي روسيان، وشعراء طوني أبي كرام، إميل خطار، رياض عبد الحق، إلي بيطار. يعني بنتمنى لك إن شاء الله التوفيق والنجاح. مرسي كتير، ومرسي لتلفزيون دبي. على أمل كمان نلتقى سوا إن شاء الله.